مشى. يلا يا رجال ركبوا هذا الخيل اللي امامنا وندخلوا للمدينه. امر يا بط، لا وركوا سحابهم، لازم القضاء عليهم، لازم نفضوا الملاعين سقرجون وسقرجيس. أنا الطيلقان، سمعوا كل كلمة غادي ننطق بها. احنا حاولنا القضاء على دويزن وعلى بدر، لكن هناك قوة أكثر من قوتنا خارساه، يمكن هي إرادة الإله اللي هو مؤمن به، يمكن هي أسحار فوق أسحارنا. وأنا كان خطبكم واسمي الطيلقان قائدكم. أحسن حل فكرت فيه هو أننا ما نبقاوش تابعين هاد الملاعين شياطين أشقاء إبليس سقرديون سقرديس، وما نبقاوش تابعين رأي الأنبال عبادين زحل. ويلك يا طيلقان، ويلك يا طيلقان. شقيقي الطيلقان خضع وسلم نفسه لدو يزان وجميع الرجال تبعوه، وحنا ما يفيدنا إلا الهروب. وكيف الهروب يا شقيقي سقرديون؟ نسيفه في أي صفة ونهربه. وكيف يمكن؟ واش نسيتي باللي الحاكمة عاقلة موجودة الآن مع دو يزان وعملت لنا باب الإبطال؟ كل ما يمكن نعملوه باطل بطلات عاقلة وبرنوخ. وشنو المعمول يا شقيقي؟ المعمول هو تسلموا انفسكم يا اوغاد بلا ما تحاولوا المستحيل. انا هنا موجودة. الحكيمة عاقلة؟ نعم الحكيمة عاقلة، الحكيمة عاقلة اللي قسمت بالله الجليل الكبير غير الى ما ودعتكم بين يديها يا عشق ابليس. اليوم نهايتكم يا اعداء الله. شقيقي العظيم شنو المعمول؟ شقيقي الكريم ما بقى معمول. الاخ الهروب 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 الهروب. اجمد اي اجمد جمدوا يا ملاعين يا شياطين، جمدوا فكانكم حتى يصدقكم أمر الهما. أشنو جواب أرعد يا رجل؟ مولاي ماصر، سيف أرعد كيرفض كل اقتراح من اقتراحاتكم، وقال لولا أن قتل الرسول من الحمق لكان بعد لكم راسي جواب. ويلو كيستشغر من شاني ومن شان الرجال بويا دو يزن. الحرب يا رجال، الحرب يا عرب، الحرب 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 الحرب. يا رجل كلم يا طيلقان. سيدي كريم انا راكع بنجليك، انا فعلا كل ما عملت كان المقصود به هو ان ابيك، انما يا امام ثق انني امنت ان العناية الرب اللي انت مآمن به حارساك، ولهذا بعد ما عرفت ان زحل عمرو محماني ولا ساعدني على عبياني عرفت على انك على صواب وان ربك هذا رب الارباب. ثق يا همام أنني آمنت بهذا الإله
اللي انتكد الناس امنوا به. قم قم يا رجل، انا مصدقك، لكن لازم نعرف ما صير الرجل اللي كان معايا يوم ما لقيته علي التعبان في طريقي. قصدك المبسط يا سيدي؟ نعم، قصدي رفيقي المبسط. لازال موجود يا سيدي في المكان اللي خليتي فيه معتقل. امر واحد من رجالك يحضر المبسط بسرعة. رجالي الان يا مولاي صبحوا رجالك، امروا الامر امرك يا مولاي. قم يا رجل وخذ مكانك بين السادات، يكفي انك تائب ودركت الحقيقة، حقيقة ان الله واحد لا سواه. نعم يا سيدي، لا اله الا الله. بعد هذه المدة كلها قلت لازم نشوفك، خصوصا بعد ما عرفت انك فقدت ولدك وغاب عنك زوجك. لا تسألي يا ابوي على حالي ولا على كل ما جرى لي. يا بنتي شامة، اشهد الله انني ما غبت عليك هذه المدة الا لانني كنت مطمئن عليك. اما خبر غياب زوجك واختفاء ولدك راه عاد وصلني. بويا خذني معك، أنا مثلني ما نعمل بحمراء اليمن. أنا جيت لها وبعدت عليكم لأنني كنت مع ديوزن، وديوزن الآن ما ظهر له أطار هذه 12 سنة. أما ولدي بدر ما عندي علاش نتكلم عليه، ضاع ضاع يا بويا. شامة صبر يا شامة، صبر مفتاح كل خير. أنت أعلى ما عندي يا شامة، ولولا جهليل الشي اللي حصل هنا في حمراء اليمن ما كنت تأخر لحظة. خلي بالك هاني وتحملي كل ما حكمت به السماء. يا بويا لو تعرف صبري ما كنت يتكلم على الصبر. أنا صبرت وصبرت حتى أصبحت كان جهل ما معنى الصبر. خليني نحكي لك على كل ما وقع لي يا بويا. احكي لي يا بنتي، احكي لي باش نعرف كل ما وقع. من يوم ما فارقتينا يا بويا جاسوس ولا جاسوس او حتى كاع جاسوس. هي هي انا بالقم، صدقوني انا بالقم صادق على القم، ولولا على القم يحصل بالقم، والف لعنة على القم. كلم يا رجل، شكون انت وكيف وصلت الى هذا المكان؟ انا يا سيدي بالقم صادق على القم. واللي وصلني لهذا المكان هو عيرود خادم على القم. اش تقول يا رجل؟ وضح كلامك. يا سيدي انا قصتي قصة، ايوا ولا سمحتي لي نحكيها لكم من النهاية. لا لا عفوا 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 من البداية. اختصر يا رجل وبين لنا كل ما كتقصد بكلامك. أنا يا سيدي كنت في يوم من الأيام صياد، إيه صياد، لكن كتبوا قبل أن تعرف أنا وصياد أخر اسمه علقم، وكتاب تاني
نكون معاه في يوم من الايام ونلقاو راجل راجل وسط الواد صافي كيصبح. ولما انا طمعت وحبيت نغير هذيك الحياة صدقي على القمر غضب وامر الخادم ديالو الجني اللي قلت لكم اسمه عيروض يلوحنا في هذا المعتاد. ولا وصلتي ذاك المكان يا راجل يا ذا القم يمكن تعمل كنا نقول لك تعملوه. يا سيدتي انا يمكن نعمل كل شيء مقابل حريتي ونرجع للصيد اللي كنت فيه سعيد. طيب انا غادي نحملك معايا المكان اللي فيه صديقك هذا على القم وغادي تنفذ كل ما قلت لك عليه. حاضر حاضر يا سيدتي حاضر. مات ورجال وخضوا منهم من آمن بالله ومنهم من هو عاصنا العقاب. بعد ما خدينا كل رجال أرعض بان أن الملاعين اللي عرفناهم سقرديس وسقرديون خداوا بدر خويا هذه مدة سنين ورحلوا به للجبال الحمر. يلا يا رجال إلى الجبال الحمر. إلى الجبال الحمر. إلى جبالهم. الله أكبر الله أكبر. سيدتي عاقلة هذا هو المكان اللي فيه علقم اللي خدا اللوحة لسيدي دويازان. سمعي هذا القم. نعم. انت غادي تطلع عند صديقك علقم. ايه. وتطلب منه يجي معاك باش توريه الشي اللي ما قد عيروض يوريه. وغادي تجيبه امامنا. ايه حاضر حاضر يا سيدي. يلا. حاضر. عندك يسحابك عيروض يفكك من يديا الى انت خنتي. يا سيدتي وكيف يمكن لي نخون بعد ما عرفت عظمتك وشفتها. ايه شفتها عظماء السحرة. يا الله يا ذا القم سير ورجع وانت معاك على القم صديقك. بسرعة بسرعة يا سيدتي بسرعة بسرعة. اسمع يا برنوخ انا غادي ناخذ هذا اللي اسمه القم ونجمده وناخذ منه اللوح المنقوش ونسلمه لمولاه دويازان. هذا صديقك المبسط وصل مع الرجال اللي مشاو بلا قصد يجيبوه. جابوك عندي يا مبسط. كيفاش سيدي دويازان باقي حي؟ انا كنت عارف انك باقي حي ولولا ما كنت عارف انك حي كنت نشرب السم والنحيه هذه 12 سنه. لكن ذكائي وعبقريتي خلوني ندرك انك باقي حي ولهذا انا محتفظ بحياتي لانني عارفك باقي حي بعدو من طريقي او خد. انا فارس الفرسان انا سيد الشجعان انا قائد كل حي وانسان انا في الحقيقه اكبر جبل. قرب يا منصف قرب. فعلا بقرب يا مولاي انا اكبر مخلص. بل انت اكبر منافق انما قرب. مولاي فين عمرك شفتي مبسط في الدنيا ما هوش منافق؟
كل مبسط المنافقين. قرب يا منافق. نعم يا مولاي وبكل فخر. أنا فعلا يا مولاي منافق، إنما دوك اللي كيضحكوا عليا هما اللي عملوا الأسس للنفاق. شوفهم شوفهم. شايف يا مولاي كيضحكوا حتى على أنفسهم. دوروا بيا يا جاريات يا فاتنات يا ساحرات. زيدوا دوروا بيا دوروا. صديق العنقر انت يا دلقا رجعتي، وكيفاش رجعتي وانا بعت معك خادمي عروض اللي غادي يلوحك ابعد ما كان في الدنيا؟ وفعلا يا علقب عروض لحنيف ابعد ما كان. وكيفاش رجعتي؟ رجعت لانني حتى انا لقيت ذخيره اعظم من الذخيره اللي لقيت انا وياك وخديتيها وحدك واستغليتيها وحدك. ذخيره قلتي يا دلقم؟ ذخيره. نعم نعم اي ذخيره. وحسن من الذخيرة اللي عندي قلتي؟ ها نعم حسن بزاف. شنو هاد الذخيرة يا دلقم؟ اسمعي يا برنوخ، مجرد دلقم ما يشير بيديه كيف اتفقنا معاه احنا نغبروا هاد الجاريات اللي دارين بعلقم، ثم مجرد ما علقم يحاول يحق اللوح ويطلب عيرود يحضر انت قوم بعملك. كوني هانية يا سيدات الحكماء. عجيب يا دلقم، إيه لكن وريني الفائدة ذا الدخيرة. أنت شوف لما نشير بدي شنو غادي يوقع. شنو عملتي يا دلقام؟ في الجارية ديالي فيه وما بعدها خلطاك. غبرتهم لك صافي غبروا. ايوا شفتي العظمة ديال الذخيرة ديالي يا عويلقم؟ ويلك يا علقم، انا علقم ماشي عويلقم. عندك تزيغ هاد الذخيرة ديالك، وما تنساشي انا عندي عروض الجبار، والان غادي نحضروا يلوحك عليا ويشتت عظامتك في الفضاء عليا بلوحي. اجمد هاي هو لوحي. اجمد اجمد. احصلتي احصلتي يا غدار يا ناقر الخير والجميل. قدم خذ منه اللوح يا دلقم. حاضر يا سيدي حاضر. السمع والطاعة يا سيدتي عاقلة. اسمع يا عيرود، انا اخذت اللوح من الصياد ماشي باش نحكمك، باش ترجع لمولاك اللي انت عشتي حياتك كلها خادم الجدودو الهمام دو يا زين. حاضر يا سيدتي. هذه هي الجبال الحمر،
هنا موجودين الملاعين أشقاء الشياطين اللي خدوا خويا بدر. يلا يا رجال، كل واحد يعرف مكانه. احنا لازم اما ناخدوا الملاعين السقرديون والسقرديس، واما ناخدوا بدر خويا منهم. الله اكبر الله اكبر. هذا هو اللوح ديالك يا سيدي الهمام، وهما الآن أمامك هاد جوج الصيادين اللي خداو اللوح. هلا مزاوك هلا مزاوك يا همام. أنا ما كنتش ناوي نوجد هاد اللوح يا سيدي، كنت فاقد طامح في لباسك الفاخر المنبت بالجواهر، هو اللي عرّاني أنا وصاحبي دلقم. ما لا 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 لا، ما تصدقوش يا مولاي ما تصدقوش، هو اللي جرني معاه، انا كنت غير تابعه، وحتى ملي خدا اللوح يا همام تمتع به وحده، واخر نجزاني ولحني في الجبال الحب، ولو انني ما وجدتكمش كنت ذهبت ضحية الاسود والوحوش. ايه ايه سيدي مصر المحترم. كلم يا رجل. هذا رجل شيخ وجدناه مع فتاة حسناء ليعين بين الروابي والأشجار. قربهم أمامي. كلم يا رجل، أشنو سر وجودكم في هذا المكان؟ يا سيدي، احنا انا وبنتي من سكان مدينة تثرب، هجم علينا رجل جبار بجيوشه وقتل منا العدد الكبير وسجن من السجن، وانا كنت من الناجين، وهذا الرجل هذا اسمه قلب النمر. قلب النمر؟ وشكون هو قلب النمر هذا؟ رجل جبار من عباد الأحجار، هجم على مدينة نايتريب وقتل عدد كبير منهم وسجن من السجن، وفي الأخير يا سيدي شاف بنتي هادي وحب ياخدها مني، وفكرت لما انت عند معاه غادي يقتلني، وما فادني يا سيدي غير استعملت الحيلة وخليته يطمئن، ووعدته باللي بنتي في الصباح نقدمها له هدية على البطولة اللي ظهر. فعلا هو رجل مغرور تقبيها وخلاني حتى الصباح، لكن انا يا سيدي في نص الليل الاول خديت بنتي وغادرت الديار ودعت في الظلام حتى وصلت لهذا المكان. وصلت لهذا المكان وانا مازال شاك واش نجيت ولا مازال. وشكون قائدكم على مدينة تيتري وفي اي مكان جات؟ قائد القبيلة مات يا ولدي، مات من زمان، كان اسمه يترب. وعليه سميته مدينة يترب؟ لا لا يا سيدي، احنا في الحقيقة من سكان حمراء اليمن، انما شاءت عناية الله نزوروا المكان المقدس بيت ابراهيم مع قائدنا الهمام دويازان عليه افضل الرحمات. اش كتقول يا رجل؟ دويازان مات؟ مات يا ولدي اكثر من 40 سنة. ويلك يا شيخ، انت عارف اللي امامك شكون؟ لا يا سيدي، الله يعلم بيك. انا مصر، مصر ولد دويازان. يعني ولد سيدي دويازان الصغير؟ الصغير يا سيدي، عندك تكون معتقد انني كنتكلم على سيدي دويازان.
سيدي ديوهزان سيف. وعلى من كتكلم يا رجل؟ انا يا سيدي كنتكلم على ابو ديوهزان الكبير باني حمراء اليمان، ابو سيف ديوهزان. يعني جدي؟ الا كنت يا ولدي ابن سيف ديوهزان فهو فعلا جدك اللي انا كنقصد. قوم يا رجل، قوم ارفع راسك وحدثني. نعم يا ولدي، كان جدك ديوهزان رحمه الله وزير اسمه يثرب، وفي يوم من الايام كان جدك رحمه الله في زياره لمكه المكرمه، وكنا احنا معاه، ولما كنا راجعين وصلنا للارض، ارض كلها خضراء زكيه الرائحه، وهناك الوزير يثرب ترجى من الامام جدك ديوهزان الكبير يخليه يبني مدينه هناك، وكان ذاك الوقت. هذا كل ما كان عرف يا ولدي. سيدي الكريم، خليني نقبل جبينك، انت احسن انسان قبلت في حياتي اللي عرفني على اشياء كنت جاهلها. قم، انا الان شايف فيك جدي ديوهزان. قم يا رجل واجلس جنبي. هو الله خيرك يا مولاي. والان اذا سمحتي انا غادي نوجه بعض الاسئله لبنتك الحسناء. يا سيدي، أنا أعز ما عندي هو هاد البنت، وأبغض إنسان عندي هو من يسيء لهاد البنت. يا حنظلة، أنا ماشي في حاجة نفهمك شكون أنا. أنا عارف أصلي، وأنا دائما أصلي هو أصلي. خليني نتكلم مع بنتك. شابوك حنظلة في ضيافتي، جاوبي يا فتاة، اشنو اسمك؟ بالله عليك هذه اكثر من ساعة وانا كنخطبك وانت ساكتة في الخيمة، لا انت حابة تقول اسمك ولا انت على اسئلة ديالي باغية تجاوب. سمعي يا ساحرة، انا شاب عمره ما عرف انت ولا هو خاطب انت من غير أم. تقي يا أخت، أنا أول ما شفتك حسيت إحساس، أغرب إحساس، إحساس إنسان قريب من إنسان، لا هو عارف شكون هو ولا هو عارف أش يكون، إحساس رجل حب امرأة، وهاد المرأة هي أنتي يا حسناء. بالله جاوبي، أشنو اسمك؟ أنا اسمي عايدة. عايدة؟ نعم، عايدة بنت شيخ حنظلة. وما عندي سر آخر تعرفه أكثر من الأسرار اللي عرفتي من بويا. أنا بوك عزيته وفي أرفع مكان حطيته، وقلبي حبك واصطفاك يا عايدة، وغيتي لي تصبحي زوجة. بالله عليك لا ترفضيه.